السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي بفيديو جديد. فيديو اليوم خاص بمشاكل اللثة والرائحة في الفم، مجرب ومضمون 100%. كنحتاج للسواك موجود عندنا في المغرب، والقرنفل أو المسمار كنطبخهم في الماء على هذا الشكل. هذا بعد ما طبخ لنا هاد المكونات مزيان، نصفيهم في اناء زجاجي، ضروري ما يكون زجاجي، وتبداو تحكوا بهم اسنانكم كل مره دخلتوا الحمام لحك الاسنان. دخلوا فيهم الفرشات وتحكوا اسنانكم كالعاده. احبائي، كنتمنى هاد الوصفه تنال اعجابكم، جربوها وضروري ترجعوا عليا، والى فيديو جديد بحول الله.